consecrate this altar by the Holy Maron on the name of Santa Verena in the Church of Santa Verena and St. Bishoy in Melbourne, Victoria, Australia, Diocese of Melbourne and affiliated regions. Efez marot en jebef monogenis en shirisos bechristos ben shois. Altar by this holy Maron on the name of Saint Moses the Strong in the Church of Saint Verena and Saint Bishoy in Melbourne, Victoria, Australia, Diocese of Melbourne and affiliated regions. Efez marot en jebef monogenis en shirisos bechristos ben shoy. Consecrate this altar by the Holy Maron on the name of Saint Bishoy in the Church of Saint Verena and Saint Bishoy in Melbourne, Victoria, Australia, Diocese of Melbourne and affiliated region. Efez marot en jebef monogenis en shirisos bechristos ben shois. Yeah.
القدس الإله الواحد أمين. سريح وتفضلوا. مبروك عليكم تدشين هذه الكنيسة الجميلة بكل تصميمها، الديزاين اللي فيها والأيقونات وكل التفاصيل اللي موجودة فيها. ومحدش يقدر وهو ماشي كده في الشارع يقول البرج الكبير ده بأورو تاور في كنيسة جميلة وفي إمكانيات جميلة. دشنا أولا كنيسة على اسم القديسة فيرينا، والقديسة فيرينا بنت صعيدية من صعيد مصر، لكن زاعت شهرتها في فرنسا لما بقت في الكتيبة الطبية. والقديس الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح اللي على اسمه أحد أديرتنا الكبيرة في مصر. المذبح الأوسط على اسم القديسة فيرينا، والمذبح البحري على اسم القديس موسى القوي اللي هو بنسميه موسى الأسود، والمذبح الإبلي على اسم القديس الأنبا بيشوي. ويبقى عندكم دلوقتي قديسة فيرينا واحدة بتمثل المرأة وتمثل القداسة، وعندنا القديس الأنبا بيشوي موسى الأسود بيمثل الشهداء، والقديس الأنبا بيشوي بيمثل النساك. بجوار كده دشنا أيقونة الشرقية، وأيقونة الشرقية بكل تفاصيلها الجميلة بنسميها أيقونة ضابط الكل أو أيقونة البنتوكراتور. وبعد كده دشنا أيقونات الكنيسة اللي انتهت، في أيقونات اترسمت وانتهت و تبقى فقط تدشينها، وفي ايقونات تانية تلاقوها موجودة بس دي سيتم رسمها وعملها بالطقس الكنسي الجميل. كمان دشينا الايقونات الجميلة الحائطية اللي هي بالازاز المعشق، وعايزكم تعرفوا ان كل الايقونات ده هي عبارة عن كتاب مقدس مفتوح. هو كتاب مقدس مفتوح قدامنا، طول ما انت واقف كده بتشوف الايقونات اللي بتلفت نظرك وبتتذكر مشاهد من الكتاب المقدس. هذا هو الاحد الاخير في السنة القبطية، وهذا الاحد
في بعض السنوات لا يأتي لأنه الأحد الذي يأتي في الشهر الصغير اللي هي أيام النسي الخمس أو ست أيام. وعشان كنيسة عشان كده الكنيسة بتختار جزء من بشارة معلمنا متى البشير اللي بيتكلم على نهاية العالم وبيتكلم عن علامات مجيء السيد المسيح وبيذكر علامات كثيرة وبيتكلم على أن محبة الكثيرين تبرد. فأحد علامات مجيء السيد المسيح أن المحبة تقل في العالم كله وبين البشر، لأن الله عندما خلق الإنسان خلق له مفتاح، ومفتاح قلب الإنسان هو المحبة. والاحتياج الأساسي للإنسان أن يكون محبا وأن يكون محبوبا. وعلشان كده الكنيسة بتعلمنا في خلال صلوات القداس الإلهي من خلال ثلاث عبارات بيقولهم الشماس بيخاطب بيهم الشعب وبيخاطبنا كلنا، على اعتبار ان هذه العبارات الثلاثة بترسم معالم حياة الإنسان المستعد للسماء. أول عبارة بيقولها الشماس تلاقوه واقف عند المذبح يقول لنا كده: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. والعلامة الثانية يقول لنا: أيها الجلوس قفوا. والعلامة الثالثة يقول لنا: وإلى الشرق انظر. بنعمة ربنا يسوع المسيح بشفاعة أمنا العذراء مريم والقديس العظيم ماري مرقس الرسول، وببركة شفاعة قديسي هذه الكنيسة المقدسة، وبتزكية نيافة الأنبا سوريال أسقف ملبورن وكل توابعها، بنقيم ثلاثة من الآباء الكهنة في رتبة القموسية إيغومينوس. Oh.